بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أعزائي متمهني ومتربصي معهد المصالحة ومتربصي ومتمهني قطاع التكوين المهني، قد وصلنا إلى مرحلة مهمة من برنامج دراسة طريق بواسطة برامج كوفاديس، أوتوكاد، أوتوبيست وبيست. الآن انتهينا من عملية معالجة النقاط الطبوغرافية، وانتهينا كذلك من عملية حساب الأمنتي، وكذلك خطوط الكونتورية، خطوط مستوية المناسيب. فالآن سوف نستلق إلى عملية رسم التخطيط الأفقي للطريق. فكما قلنا سابقا أن عملية دراسة الطريق قد حددنا لها ثلاثة برامج أساسية، وهي كل من برنامج كوباديس، ويتم من خلاله عملية دراسة البيانات أو معالجة البيانات، والتي هي عبارة عن نقاط طبوغرافية. ثم ننتقل إلى برنامج الأوتوبيست، ونرسم من خلاله التخطيط الأفقي للطريق، أي لو تراسيون بلون دو لا روت، وكذلك المقطع الطولي للطريق بشقيه، الشق الأرضية وشق أرضية المشروع، أي أن رسم لو بروفيل لون دو لا روت تيرا ناتورال اي لو بروفيل لون دو لا روت بروجي. ثم نهجر أو نهاجر إلى برنامج كلية، أننا نخرج كلية من برنامج أوتوكاد وننتقل إلى برنامج، وننقل كافة البيانات وكافة العمل إلى برنامج البيست، ويتم من خلاله رسم التخطيط المخططات أو البروفيل أون ترافير، أي المقاطع العربية للطريق، ومن ثم حساب الكميات، كميات الردم والحفر واستخراج المخططات بإذن الله. إذن سوف نرى مع بعض في هذه الحصة كيفية رسم التخطيط الأفقي للطريق، وهو عبارة عن طريق ولائي رقم 102، يتم ربط من خلاله يتم الربط من خلاله بين الطريق الوطني رقم 19 ألف لاروت ناسيونال 19A، والطريق الولائي رقم 102 لو سي دبليو بي 102 القديم. أننا سوف نربط ما بين هذه المنطقة وهذه المنطقة بطريق مع مرور بهذه المنطقة، وهي منطقة عبارة عن منطقة متوسطة الوعورة، لأن الانفيرونمون تسميز بانفيرونمون او دو. لا كاتيغوري لهذا الطريق تعتبر سي دو، لأنه تابع لسي دبليو في. الطريق يوجد الآن، هو منجز، وهو يوجد في ناحية بلدية عين عمران، فكما ترون هنا ها هي بلدية عمران، وهذا الطريق الوطني رقم 19 ألف الذي يمر على المشروع، وهذه هي نقطة بداية المشروع والتي تمثل هذه النقطة، وهذه مسلك الأرضية أو الكلوار بلاروت، وهذه نقطة التقاء الطريق من جديد. أن هذا الطريق سوف يسهل لمستعملي الطريق الذين يأتون من بلدية مازونة وسيدي محمد بن علي، يتمكنون من الذهاب مباشرة إلى بلدية توغريت من خلال هذا المقطع للطريق، من دون الذهاب إلى بلدية عين عمران ومن ثم إلى بلدية توغريت، لأن هذا سوف يسهل على المارة من الذهاب إلى بلدية توغريت من خلال هذا الطريق الاجتنابي. إذا هذا الطريق قبل أن ينجز عمل أرضيته رفع طبوغرافي خارج المساحة الطبوغرافي، وعمل اللوفي طبوغرافيك لهذه المساحة، وهذا هو العمل الذي خرج به المساح الطبوغرافي مع كافة التلبيسات ومميزات الطريق وتفاصيله، قام بإنجازها المساح الطبوغرافي كما ترون هنا، عبارة عن بعض الأعمدة الكهربائية وممر شعبة هنا، أي أنه ممر مائي هنا في وسط الأرضية. هناك بعض الممرات الفلاحية أو المسالك الفلاحية عند بيست. هنا الطريق الولائي القديم الذي
يمر من هنا، والذي هو هذا الطريق الولائي القديم. وهنا كما ترون بعض الممرات المائية الصغيرة، وهذا هو عبارة عن رفع طبوغرافي أو نقاط طبوغرافية مميزة للرفع الطبوغرافي. ومن هنا نستطيع رؤية هذين المحترين أو لدو كاريار، كاريار نيميرو 1 وكاريار نيميرو 2، اللذين يميزان هذه المنطقة، هذا كاريار نيميرو 1 وهذا كاريار نيميرو 2. إذن كما ترون في مخطط الرفع الطبوغرافي أوضح لنا أو قام المساحة الطبوغرافي بتوضيح حدي أو حدود لدو كاريار الموجودين في المنطقة، وكذلك أوضح لنا قام توضيح لنا الممرات المائية الموجودة في المنطقة، وكذلك بعض الأعمدة الكهربائية. وهنا بين لنا الممر، ممر الطريق الوطني رقم ألف رقم 19 ألف، وكذلك بعض المنازل والأرضيات الفلاحية إلى غير ذلك. إذن سوف نقوم، مهمتنا هو قيام بإنجاز التخطيط الأفقي أي لوتراسيون بلون دو لا روت، وهو عبارة عن سي دبليو في، أعطيناه الكاتيجوري سي دو. لونفيرونمون هنا في هذه المنطقة أعطيناها لونفيرونمون أو دو، على كل بين قوسين لونفيرونمون تحسب، لونفيرونمون تحسب بواسطة أمرين أو دو بارامتر، هي لا ديكليفيتي مويان ولا سينوستي مويان. وتستطيعون الرجوع إلى الدروس النظرية ولفهم أكثر والتعمق أكثر في هذين الدو بارامتر. إذا نعيد نلخص ما قلناه سابقا. إذا أرضية المنطقة تعتبر أو دو، و كاتيجوري الطريق المراد إنجازه هو سي دو. السرعة المرجعية هنا اخترناها 60 كيلومتر على في الساعة، السرعة المرجعية لا فيتاس دو باز في بي اتيكال 60 كيلومتر الور. إذا نستطيع إنجاز هنا طريق يبدأ من هذه المنطقة، يعني هنا نقطة بداية المشروع، وهنا في الأخير نقطة نهاية المشروع لو بيكا دو فا، بيكا دو دي بي بيكا دو فا. إذا هنا تميز لنا نقطة نهاية المشروع. نقوم في أول أمر كما رأينا في الدروس النظرية برسم مضلع الذي يحتوي على مجموعة قمم لو تراسي اون بلون، وهو مكون من مجموعة من المستقيمات، والمستقيمات هي عبارة عن أحد العناصر الهندسية المميزة للتراسيون بلون دو لا روت. إذا نبدأ على بركة الله، عندنا طريقتين. الطريقة الأولى هي استعمال لو بوليلاين دو دي، ومن ثم القيام بالتأشير أو باختيار المناطق التي يمر عليها قمم لو تراسيون بلون. أي أننا نبدأ بالمشروع من هنا، بداية المشروع، ثم نضع القمة الأولى مثلا هنا، ثم القمة الثانية مثلا هنا، ثم القمة الثالثة مثلا هنا، ثم القمة الرابعة مثلا هنا، ثم الخامسة في نهاية المشروع. إذا هنا اختار المهندس، هنا اختار أربع قمم، واحد اثنان ثلاثة وقمة الرابعة. اختيار موضع القمة يتم مبدئيا بطريقة شبه عشوائية، ثم يقوم المصمم بحساب مختلف الأمور الهندسية التابعة لنظم الإنجاز. فمثلا يجب احترام لا لونغور ماكسيمال أو لا لونغور مينيمال دالينو مودروا للمستقيمات، ويجب احترام كذلك ليريون، يعني الأقواس الدوائر، قيمة نصف قطر أقواس الدوائر المدخلة في كل صومي. إذا نبدأ له في هذه الحالة بإنجاز ليريون. قبل ذلك نستطيع التبيين أو توضيح أنه يمكننا إقامة أو رسم قمم وخط مضلع قمم لوتراسيون بلون بواسطة الكوموند الخاصة بالأوتوبيست. إذن نستفيد من هذا الأمر أنه رسم تراسيون بلون إلو بروفيمون تكون بواسطة البرنامج أوتوبيست. إذن لفعل ذلك نقوم بالذهاب إلى أوتوبيست، ومن ثم إلى نوفو بروجي، تعريف مشروع. فمن هنا نختار اسم المشروع، فمثلا نختار اسم المشروع سي دبليو في 102 عين مران.
وهنا مثلا أترك نفس التسمية في التعليق على المشروع. فهنا تسمية المشروع، وهنا تعليق كومنتار على المشروع، نضغط على أوكي. أوتوماتيكيا يخرج لك نافذة أو عبارة عن باردوتي صغيرة هنا، ها تخرج لك باردوتي صغيرة هنا توضح لك اسم المشروع أو اسم أكس المشروع، اسم تراسيون بلون للمشروع، وكذلك البروفيل إلى غير ذلك. فهنا يجب أن يظهر لك اسم المشروع الذي اخترته نهاية. ثم تذهب إلى أوتوبيست ومن ثم إلى أكس أون بلون. عند التأشيرة إلى أكس أون بلون تظهر قائمة أكس أون بلون هنا بجانب الأوتوبيست. إذا ننقر مجددا على أكس أون بلون ونختار دروات، ومن ثم إلى كرياسيون لدروات. ميزة هذه الخاصية أنها تقوم آليا باختيار كالك معين اسمه دروات للأكس أون بلون، فيغنيك عن فعل الكالك يدويا. نبدأ كما فعلنا سابقا بالنقطة الأولى، ثم النقطة الثانية مثلا هنا، ثم الثالثة مثلا هنا، ثم الرابعة، أي أن القمم، وهذه الطريقة نختار بها قمم المشروع أو قمم مخطط التخطيط الأفقي للمشروع، أي قمم تراسيون بلون دو لا روت. ثم هنا ثم نفعل بالضغط على أوكي. إذا هنا رسمنا مظلع الذي يحوي قمم، هذه قمة وهذه قمة وهذه قمة إلى غير ذلك. ثم الآن نقوم بإدخال أنصاف أقطار القمم، أنصاف أقطار أقواس القمم، يعني كل قمة سوف نمدها بقوس الذي الذي يحوي على نصف قطر يكون أكبر من أرش أم. فكما قلنا سابقا أنه هذا الطريق يعد دو كاتيجوري سو دو، لونفيرونمون هنا او دو، والله فيتاس دو باس تكون 60 كيلومتر في الساعة. فإذا ذهبنا إلى لا نورم بي كارونت، إذا إذا ذهبنا إلى نورم بي كارونت واخترنا منها الجذب الذي يحتوي على لي فيتاس دو باس، ويعطيك لي ديفيرونت ريون اراش ام اراش ان اراش دي اراش ان دي لكل فيتاس دو باس ولكل انفيرونمون ولكل كاتيجوري. إذا نحن حالتنا والحالة التي عندنا هي كاتيجوري 1 أو 2، كاتيجوري 2 لونفيرونمون 2، يعني هنا لونفيرونمون 2 كاتيجوري 2 ولا فيتاس دو باس 60، يعني هنا نستطيع قراءة من هنا كل من ارش ام وهي ارش ام وهي 125، أرش ان 250، أرش دي 550، وأرش ان دي 800. الذي يهمنا أكثر هنا هو الأرش ام والأرش ان دي. الأرش ام هو أصغر ريون يمكن استعماله في التصميم في تراسيون بلون، هو أكبر، هو الريون الذي إذا تجاوزناه في التصميم لا يحتوي الربط الدائري على كل أوتوبيد، سوف نشرحها تماما في الدروس القادمة. إذا نركز بداية على الأرشام الذي هو 125، يعني يجب علينا أثناء التصميم ألا نضع قوس دائرة نصف قطره أصغر من 125، لأن يعني كل أقواس الدوائر التي نمدها للقمم هنا تكون أكبر من أو تساوينا 125. إذا نبدأ على بركة الله إنشاء هذه الأقواس. لدينا عديد الطرق التي نستطيع من خلالها إنشاء أقواس، ولكن أنصحكم باستعمال الكوموند الخاصة بالأوتوبيست. إذا نذهب إلى أوتوبيست ثم إلى أكسون بلون، تظهر قائمة أكسون بلون بجانب الأوتوبيست. نذهب إلى أكسون بلون من جديد، ثم نذهب إلى ركوردومون بار أرك، ونختار دروات افيك ريون، يعني نختار مستقيم ثم مستقيم مع انجاز اختيار الريون الخاص به، نصف القطر الخاص به. اذا يسالنا البرنامج عن سيليسيوني لا بروميير دروات، يعني تاشير على الدروات الاول، ثم سيليسيوني لا دوزيام دروات، يعني الثاني اللي هو هذا، نختار دروات الثاني، ومن ثم ادخال قيمه الريون. فندخلها مثلا 120، كأنه فسوف نجرب إدخال أصغر ريون يمكن إنجاز به، لأنه RHM. ثم نضغط على أوكي.
بون، ظهرت هنا مشكلة صغيرة وهي عملية إقفال. قام البرنامج بإقفال أوتوماتيكيا المظلة الأول، قام بإنشاء الريون وقام بإقفاله أوتوماتيكيا. فهنا لدينا أمرين، إما أن نترك البرنامج الرسم كما هو ثم نقوم بالضغط على المظلة الأول ونقوم ب من هنا ب ب ديكومبوزي، يعني ديكومبوزي يعني تقسيمه تقطيعه إلى مجرد مستقيمات، ثم نذهب بهذه من هنا من نهاية المستقيم ونعيد وضعها عند نهاية المشروع ونكمل العمل. ونكمل العمل في هذه الحالة لا ننسى أن نزيل القمة التي ظهرت هنا. لإزالة القمة التي ظهرت هنا نقوم بالضغط على Ajuster ثم التأشير على الأرك ثم الضغط على أونتري ثم التأشير على الأضلاع ثم الضلع الثاني، فيقوم هو أوتوماتيكيا بإزالة البواقي باقي القمة. فما يفيدنا نحن هنا إلا فما نحتاج إلا لدروات إلى أرك إلى دروات. والآن نقوم بإدخال قوس الدائرة الثاني كما أدخلنا الأول أكسون بلون، ومن ثم إلى ركوردومون بار أرك دروات دروات بار ريون دروات دروات بار ريون. هنا الريون نحاول إدخاله مثلا 180. إذن قام برسم الريون الثاني. نقوم هنا بمحاولة حساب طول الضلع الموجود ما بين قوسي الدائرة، فنظم الإنجاز لا تسمح بإنجاز مظلع أو لا تسمح بإنجاز قطعة مستقيمة طولها أقل من 7 سكوند مضروبة في السرعة المرجعية. فهنا 5 ثواني في السرعة المرجعية وهي 60 كيلومتر على في الساعة تنتج مسافة قدرها 84 متر. إذا هنا مسافة الخط المستقيم هي 149 متر، إذا نستطيع ترك هذا التصميم. ومن ثم نقوم بمحاولة إتمام إدخال أقواس الدوائر. نقوم بإدخال القوس الثالث نفس الأمر ركودون بارك دروات دروات. نستطيع استخدام هذه القائمة دروات دروات بار بوان دروات دروات ثم اختار البوان بهذه الطريقة. يجب التنبيه لأنه عند رسم المضلع في أول الأمر يجب نزع أو إزالة تفعيل أكروشاج، يجب إزالة تفعيل الأكروشاج عند رسم المضلع لأول مرة حتى لا يلتصق المضلع مضلع القمم بالنقاط الطبوغرافية أو بعض تفاصيل المنطقة، ثم يظهر لك أحد أخطاء رسم أقواس الدوائر. ثم نكمل رسم المضلع الثالث أو القوس الثالث أكسون بلون أرك دروات دروات بار ريون. نحاول إدخال ريون أكبر من الأرج عندي مثلا ويسون. إذا الحمد لله قمنا بإدخال كل مضلعات أو كل أقواس كل أقواس الدوائر الخاصة بقمم مضلع التراسيون بلون للمشروع. بعد ذلك نقوم بحساب ديفر كل ريون. كما أشرنا في الدرس النظري أن كل ريون لديه ديفر، كل ريون محصور بين أرش أم وأرش أن دي، كل ديفر كل ريون محصور بين أرش أم وأرش أن دي يحتوي على ديفر. فمثلا أرش أم عنده ديفر 7% ميل عرضي قدره 7%، والأرش أن دي عنده ميل عرضي قدره ناقص 2.5%، والميل العرضي لأنصاف الأقطار الموجودة أو المحصورة ما بين أرش أم وأرش أن دي لديها أن دي فار يحسب ب
يحسب بعلاقة مشهورة وقد أشرنا إليها في الدرس النظري. إذا نحسب كل ريون نحسب له الديفال، ثم من ذلك نحسب لا لونغور دي كروتويد. كما أشرنا في الدرس النظري أن كل ريون محصور ما بين أرش أم وأرش أندي يكون مزود بدي كروتويد. يعني كل ريون يجب أن يكون محصور ما بين أرش أم وأرش أندي، يجب أن يكون لديه ربط تدريجي من هنا في هذا الجانب وربط تدريجي من هذا الجانب، يدعى لو كروتويد، يدعى هندسيا بكروتويد. الكروتويد يتعرف بأربعة أمور: يتعرف بريون القوس الذي يرتبط معه، يتعرف كذلك باللونجور الخاصة به يعني طوله، ويتعرف كذلك بالبارامتر A يرجع الرجوع إلى الدرس النظري، وتعرف كذلك ب لو ريباج داتا ار. لو ريباج هو مقدار انسحاب القوس الى داخل المنعطف او داخل المنعرج او داخل الريون لكي يسمح بانجاز او رسم لو كروتويد. اذا بعد حساب هذه وعمليه بعد حساب كل هذه البارامتر وعمليه مراجعة أو تحقق من لا لونغور دو كروتويد، نقوم بإدخال لو ريباج الذي حصلنا عليه لكل قوس. فمثلا نحن هنا نحاول إدخال الريباج دو أن، كما قلنا يا جماعة أن لو ريباج يحسب ولا يدخل عشوائيا. فنحن مثلا نفرض الريباج دو أن مات لكل أقواس الدوائر المنجزة. لو ريباج يدخل بالطريقة التالية: نقوم بالضغط على أيقونة أوتوكاد الخاصة بديكالي، ومن ثم ندخل القيمة واحد كونتري، ومن ثم نضغط على القوس ونشير إلى داخل القوس هكذا، فيقوم بسحب القوس إلى الداخل بمقدار أمتر، ونفعل ذلك مع كل أنصاف ولا أقواس الدوائر. يجب التنبيه إلى أنه إذا كان عندنا الريون الذي يساوي أكبر أم يساوي أرشاندي، فلا يجب منحه أن كروتويد. إذا هذا الريون أدخلناه يساوي لنا 800، أنه قيمته تساوي أرشاندي، فلا يجب منا أن نزوده بكروتويد. إذا ينبغي تزويد كروتويد للقوس الأول والثاني والثالث. بعد هذه العملية نقوم بالذهاب إلى أكسون بلون، ومن ثم إلى ركوردومون بار كروتويد، واختيار دروات بلس ثلاث تيغال أ كروتويد. عند الضغط عليها يطلب منا التأشير على المستقيم الأول ثم القوس المنسحب، وليس القوس الأول، القوس المنسحب. فعند الضغط عليهما يكون لنا الكروتويد وهو عبارة بلون أصفر، هذا من الأصفر، وهو الكروتويد الذي أو الربط التدريجي المرفق ما بين اللاني مودروا والقوس الدائرة الذي أنجزناه. نفس العملية نقوم بها في الجانب الآخر، دروات ثم قوس الدائرة. إذن ونمسح أو نمحي القوس الأول. إذن هذا هو الربط التدريجي أو القوس الدائرة أو المنعطف مرفق بربطين تدريجيين من كل جانب. نفعل ذلك مع الأقواس الأخرى. إذن دروات ثم نختار أكسون بلون، ومن ثم رخض مو أبيك طويل، نختار لاني مدروة ثم الساكل، ومن جهة ثانية لاني مدروة ثم الساكل، ومن هنا لاني مدروة ثم الساكل، وهنا لاني مدروة ثم الساتل. إذا قمنا بإدخال كل الكروتويد لهذه الأقواس. نمسح الأقواس الأولى. إذا هنا أتممنا إدخال كل الكروتويد الخاصين بكل قوس لكل قمة الخاصة بالمضلع الخط الأفقي للطريق. الآن ما علينا إلا توضيح أو تبيين
الأقصى أون بلون أو التخطيط الأفقي للبرنامج، وذلك بالنقر على القائمة أكس أون بلون ومن ثم أسومبلاج دو لاكس أون بلون، ونقوم باختيار مختلف العناصر الهندسية المكونة لاكس أون بلون واحد بواحد، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر. إذن عندنا 15 إليمون خاصين بالتخطيط الأفقي للطريق. ثم يطلب منا هنا برومي إليمون دو لاكس أون بلون، بعد الضغط على الوتر يظهر لنا سؤال يطلب منا ما هو أول عنصر الخاص بالتخطيط الأفقي للطريق. إذن نحن مشروعنا يبدأ من هذه النقطة وينتهي عند هذه النقطة، إذن ما علينا إلا أن نخبره بالأول عنصر هندسي مكون لتراسي أون بلون للطريق. إذا قام هنا البرنامج بإحصاء 15 إليمون خاصين بالتخطيط الأفقي للطريق، وقام بطريقة صحيحة بتوضيح أو باستقبال أو بقبول مختلف عناصر هذه المكونة تراسي أون بلون، وأدخلها أو عرفها لتراسيون بلون الخاص به. نقوم الآن بكوتاسيون أكس أون بلون لتبيين مختلف العناصر الخاصين بالأكس أون بلون الذي أنجزناه. إذن تظهرنا من أكس أون بلون نذهب إلى كوتاسيون أكس أون بلون، ومن ثم تظهر نافذة جديدة معنا إلا الأشياء لا أوكي، ومن ثم يقوم بتبيين مختلف عناصر المكونة تراسيون بلون. فمثلا هنا يقول لنا دروات أنه المستقيم الأول، ثم هنا يقول إذا وظيفة الكوتاسيون أكسون بلون هي تبيين مختلف عناصر وإبرازها عن طريق مختلف الكتابات. فهنا مثلا نقول كروتوبيت والذي هو العنصر الهندسي هذا، ثم آرك إلى آخر ذلك، فيقوم بتبيين مختلف العناصر الهندسية المكونة تراسيون بلون. فهنا مثلا عند الأكوتوبيد اللي هو هذا إلى غير ذلك، إلى أن ينتهي من المشروع. إذن مع تبيين النقطة الكيلومترية لكل عنصر، فهنا مثلا في نهاية المشروع لدينا 1756 متر طولي خاص بالمشروع كلية، لأن هذا المشروع يأخذ منا 1700 متر طولي كمشروع كلي. الآن نقوم بإنجاز وضعيات لبروفيل أونترافير الخاصين بالمشروع، يعني أنه يجب منا أن نبين نقاط موضعية هنا على تراسيون بلون نستطيع من خلالها استقصاء أو أخذ معلومات عن التيران، وتساعدنا في رسم لبروفيل لون تيران ناتورال دو لا روت، وتكون هذه النقاط عبارة عن بروفيل اون ترافير للروت. من القائمة اوتوبيست نختار طابيلاسيون، ومن ثم تظهر قائمة طابيلاسيون بجانب اوتوبيست. من طابيلاسيون نختار لارجور دو بروفيل، فمثلا نحن نختار 20 متر اي 20 متر كوت دروات اي كوت غوش. ما معنى هذا؟ هذه عملية حجز الأرضية المشروع. فمثلا من محور الطريق حجزنا مسافة قدرها 20 متر اليمين ومسافة قدرها 20 متر اليسار لإنجاز المشروع. نضغط هنا على أوكي، ثم نعود إلى طابيلاسيون ونختار أمبلونتاسيون، أي أنه غرس أو توقيع الوضعيات. فهنا نذهب إلى انترفال كوستونت ونختار 20 أو 30، ثم نضغط على أوكي. فهنا قام بحساب مسافة 30 متر ثم وضع ان بروفيل، ثم 30 متر ثم وضع ان بروفيل، لأنه قطع هذه البروفيل تدل على مقاطع عرضية، ثم 30 متر وضع ان بروفيل، 30 متر وضع ان بروفيل. هذا معنى الكتابة انترفال كوستونت، يعني مسافة ثابتة. نستطيع كذلك من خلال الامبوتاسيون ثم بوان دو باساج التأشير على بعض الوضعيات التي
تستلزم منا عناية خاصة أو قطع خاص. مثلا هنا ممر مائي يمر عليه المشروع، يجب لنا من خط مقطع عرضي لنرى فيه بدقة كيفية عبور الممر أو الأكس على ممر مائي. فمثلا هنا مثلا جاء المقطع العرضي موافق للشعبة. هنا مثلا نفس الأمر، نستطيع هنا وضع خط مقطع عرضي جديد إلى حين إتمام كل المقاطع العرضية الخاصة والتي تتطلب منا إنجاز مقاطع أو وضعية تتطلب منا إنجاز مقاطع خاصة. عند إتمام نضغط على أوكي. الآن نقوم بتبيين أرقام أو وضع ترقيم لهذه المقاطع مع وضع النقطة الكيلومترية لكل مقطع. من طابيلاسيون نذهب إلى كوتاسيون دي بروفيل، ومن ثم إلى أوكي. يقوم هنا بوضع رقم لكل بروفيل، 1 2 3 4 إلى حين انتهاء المشروع. فهنا مشروعنا به 62 مقطع عرضي، وكل بروفيل ميزه بنقطة كيلومترية. نستطيع تغيير ترقيم المشروع من خلال الذهاب إلى تابلاسيون، ومن ثم إلى رينيميوراتاسيون، ومن ثم إلى تغيير الترقيم. مثلا نريد البدء ب10، قيمة 10. أوكي. فهنا يبدأ الحساب من 10، 10، 11، 12 إلى غير ذلك إلى انتهاء المشروع. إذا جماعة، بهذه الطريقة تم تعيين كل مميزات لو تراسيون بلون دو لا روت، ومن ثم سوف نقوم بإنجاز لو بروفيل في الدرس القادم. شكرا لكم.